لو سمحت كلمنا عن مأساتك يا أستاذ استبن. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا بس اشتغل سواق على ميكروباص ترس هرم. في يوم من ذوات الأيام الأسبوع اللي فات قبض على العربية بناشد السيد مساعد مدير الشرطة بتاع منعم رياض إنه يفك حصر العربية عشان عليها 500 جنيه. إيه ده بس؟ بس مش ممكن، ده 500 جنيه قليل جدا، ده أنتوا بتكسبوا أكتر من كده بكتير، ده إذا كانت الأجرة لوحدها ب 40 قرش وكمان ما بترجعوش البريزة الباقي. ما معيش فكة يا أختي. يا سلام، هات لي باين، هات كبريت، ما أنا عايزة حقي. مش عاجبك انزلي. ابعت باقي خمسة يا أسطى. على قول الكوبري يا أسطى والله. أنتوا جايين تقلبوني هنا بقى. ما حدش ليه حاجه عندي. يا استاذ وليد، يا استاذ وليد اهدى حضرتك. يعني هو البرنامج بتاعنا ده بيتكلم عن الواقع، يعني زي ما ناقشنا السلبيات بتاع سواقين الميكروباص، بعد الفاصل ان شاء الله هنناقش السلبيات بتوع الركاب اللي بيركبوا الميكروباص. اذا كان كده ماشي، بس انا عاوز اتكلم عن مشكله الكنبه الورانيه. براحتك، اتفضلي اتفضلي. مبدئيا كده الكنبه الورانيه 3. بسم الله الرحمن الرحيم. الكنبه الورانيه 4. ما تعاندش وما ترخمش، الكنبه الورانيه 3 والا هنقعد متزنوقين. متزنوقين؟ طب ما تيجي تسوقي مكاني. يا استاذ يا اسطى معلش. يا رانيا يا رانيا، النفر الزياده ده انا ادفعه انا يا ستي. يا عادل، انت كده بتعلمهم الجشع. جشع؟ لا كده بقى اللقاء ده خلص بقى. حضرتك هي ما تقصدش، يعني هي ما تقصدش، هي تقصد يعني ان هي زي اختك، يعني انت مش ممكن تتخانق مع اختك، طول الوقت بتتخانق معاها وتقول لك يا منيل وبتاع، مش ده اللي بيحصل؟ بصراحه بيحصل. خلاص بقى يا اسطى عديها، هات شايل اللص عشان يعديها يا ابني. انا يا استاذ. خش يلا يا رني، خش يلا يا رني. وبالنسبه للهباب والعدم الاسود والحاجات والدخان الوحشه اللي بتطلعوها اللي ذبحتونا وقرفتونا بيها، ايه يعني اصرف لكل راكب انبوبه اكسجين؟ وايه المشكله؟ ايه المشكله ان انت تجيب انبوبه اكسجين تلف على كل الركاب ورا بعضيهم؟ ايه هنصرف عليكم بقى؟ ايه ده؟ انت ما تحترم نفسك يا، انت مش عارف انت بتكلم مين ولا ايه؟ انا هكون بكلم مين؟ تاكسي العاصمه بالاصفر اللي لابسهولي ده؟ اوعي يا تاكسي، اوعي يا رانيا، يا رانيا يا رانيا. حضرتك ليه بس اعصابك يعني سايره طول الوقت؟ يعني اهدى، ما يجراش حاجه، يعني زي اختك برضه. زي اختك احترم نفسك انت يا حيوان. يا انت على حمارماتك حيوان. مش لا 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 حيوان. لا انت كده بقى عندك حق يا عم، انت تطلع دلوقتي على الاسم وانا يا عم هشهد معاك على قله ادابها هي وجوزها. بس يا حيوان. اسم ايه ده؟ انا حق اخده بدراعي. يخرب بيت دراعك، ده راح اكسر لك دراعك من غضاريف وحب صحر من البتاع. بقولك يا عادل، طلع الواد ده بره، هات واحد تاني، هات واحد تاني يا عادل. واحد تاني؟ واحد تاني ايه؟ واحنا كوبايات؟ انا عارف. انا لو منك ما اسكتش. يا عم يا عم حماده، انت معايا ولا معانا؟ لحظه واحده، طريقك فين يا قصه؟ هرم. تنزلنا اول الكوبري. ماشي. يلا بينا. ايه ده؟ طب وايه، هتسيب العده وتسيب الكاميرا؟ لا بقولك ايه، الكاميرا دي رجعوها لاصحابها وخد الرهن، وانا هرجع لشغلتي القديمه تاني. ايوه واحد فيصل، واحد فيصل. عاتب عاتب عاتب. عربكي. يبقى انا اللي هصور يا دولا. يبقى عاجبك كده؟ عاجبك كده؟ هنعمل ايه دلوقتي؟ مش ممكن، مش ممكن، مش ممكن، مستقبل الاذاعه اتضرب. لا 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 لا، على فكره بقى انا حاسه انها مكيده من احدى المذيعات المنافسات المنافسنات. بص يا رنا يا حبيبتي، احنا لازم نعترف بخطأنا. الجماعه بتوع المحطه دول مش عايزين شريط يعرفوا من خلاله انت تنفعي تبقي مذيعه ولا لا. خلاص المساله دي سهله جدا وفي ايدي، انا هخليهم يتفرجوا على شريط ما حصلش وانت مذيعه ما حصلتيش. اوكي اوكي. طب بقول لك ايه، هو مطلوب ستايل معين ليا كمذيعه؟ حبيبتي انا هخليكي تعملي كل الستايلات وهم ينقوا. اوكي اتفقنا؟ اوكي. فتحي ميك اب مظبوط شعرك؟ اوكي اوكي. طب خلاص خلاص اوكي. يلا وان. أعزائي المشاهدين، من أحد توابير العيش أبو خمسة ساغ الطويلة جداً، توقفنا لنسأل الواقفون في الطابور المنتظرون في شغف. تعالوا معايا بالكاميرا. حضرتك بقالك قد إيه واقفة في طابور العيش؟ بقالي 3 أيام وسايبة البيت يضرب يقلب. طب ليه حضرتك ما بت ما بت ما بتحاوليش تشتري عيش من أبو نص جنيه، وده يخليكي تهتمي ببيتك أكتر بدل ما أنتي متدهولة ومتحببة كده؟ إحنا بناكل 20 رغيف في اليوم، في نص جنيه يبقى 10 جنيه، في 30 يبقى 300،
وجوزي بياخد 300 جنيه في الشهر، حناكل خضار ولحمة منين؟ هنا تظهر المشكلة الحقيقية، المشكلة مش في العيش، المشكلة في اللحمة والخضار. أنا اقتراحي عليكم إن احنا نعمل طابور للحمة والخضار. معنا نموذج آخر حضرتك؟ لا نو جامي، أنا مش معقول أبداً أكل الرغيف العيش ده بلديون خالص، أنا بشتري العيش ده علشان أنا أأكله للفراخ اللي بربيها في المنوخ. معقولة حضرتك بتشتري العيش عشان تاكلوا الفراخ والشعب ما ياكلش عيش؟ هو بيان سور، اولا انا لما اشتري العيش ده واكله الفراخ بتاعتي هتكبر وتربرب، وبعدين انزلها في السوق والناس كلها تاكل الفراخ ومعيش. وجهه نظر اعزائي المشاهدين، احب ان شاء الله اتبناها في حلقه لوحدها. تعالوا نشوف النموذج الثالث حضرتك. بصراحه انا واخده طابور العيش ده حجه، كل ما حد يسال عليا في البيت اقول لهم ان انا واقفه في الطابور. بس انت حبيبتي فعلا واقفه في طابور العيش. اصل بابا جه النهارده ورايا بيراقبني. وده نموذج اخر بنطرحه للشباب الطموح جدا. معانا نموذج رابع حضرتك. لا مؤاخذه يا بنتي ما تاخذنيش، اصل انا مليانه امراض كتير وبتعالج في الاسبيتاليا الامير اللي على الناصيه ديت. بصي الدواء، شوفي الدواء ادويه قد ايه اللي معايا، شايفه؟ وقالوا لي لو عايزه سرير تباتي عليه هاتلنا كل يوم 10 ترغيفه من الفرن. بصي الادويه، يا اختي. ما تاخذنيش يا بنتي. مضطرين ننظف طبعا. وده اندماج ما بين وزاره الصحه ووزاره الاسكان. هنشوف نموذج رابع معانا او خامس. انت فين؟ وانت يا بنوته يا اموره يا حلوه، ايه اللي موقفك في طابور العيش؟ مش انت اللي قلتي لي اقف هنا يا ماما؟ ايه يا ياسمين؟ في ايه يا ياسمين؟ استاذ رفعت هنشيل ده في المونتاج. اوكي اوكي 1 1. والتقينا دلوقتي هنروح للفرنين المسؤولين عن العيش ابو سام. الحلوه دي يا بنت عجين في الفجريه، واديك مع العمال النشطين جدا. حضرتك نتعرف بحضرتك؟ انا لوست عطية. وحضرتك انت؟ وانا بديك كوكوكوكو. عايزين نعرف منكم يا جماعة ليه العيش قليل؟ ليه العيش ما بيكفيش الشعب؟ بصي هو حضرتك يعني كل فرن عندنا ليه حصة، يعني احنا النهاردة خدنا الحصة بتاعتنا. ايه ده، انا ما خدش الحصة. انت خدت الساعة كام الحصة يا ده؟ 7 الصبح. ياد ما قلتليش ليه؟ هقول لك بعدين. بقول لك انت هو انا مش عايزة اعمل اوعى، انتوا هنا علشان هتقولولي انا عايزة النهاردة في البرنامج بتاعي احل مشكلة من مشاكل الشعب كله. ايه ده الست دي؟ ده هتخلينا كده هو يعني نقول كل حاجه ولا ايه؟ يعني من غير ما نقصد يعني؟ ده الست جامده دي. ايه ده ايه المذيعه الجامده جدا ما تقفرش ما تقفرش جامده جدا. عايز اقول لك ان البرنامج بتاعي ما بيرحمش. حضرتك يعني انا هقول لك بمنتهى الصراحه، يعني هي الحكومه ما قصرتش، الحكومه ادتنا دقيق يغطي المنطقه اللي احنا دي فيها كلها يعني. وبعدين يعني احنا بناخد صراحه نص الدقيق ده، وبعدين احنا بنبيع نص الدقيق ده يعني. وبعدين حضرتك ده الرغيف ابو 5 ساغ، ده الرغيف اللي هو ابو 5 جنيه. بص حضرتك ده قد ايه، وبص حضرتك ده قد ايه. فاحنا بنبيع نص الدقيق في الخباسه من ورا الحكومه. فبس يعني لا الصراحه بقى تتقال، احنا بنبيع 3/4 الدقيق في الخباسه يعني، والربع بس اللي بنوزعه وبنعمل بيه العيش ده اهو. يلا لازم تقول كل حاجه بصراحه. طب يا جماعه من غير خناق تفتكروا ايه؟